دادا دورا مرحبا يبنين لصفر You ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. إذن حان وقت اختبار التعويذات على الأولاد. مرحبا أولاد. مرحبا فتيات. ماذا يعني هذا؟ يعني وجود فتيات واثقات في المدرسة. تحبون فتيات مثلنا؟ صحيح، رائعات وواثقات. أجل لكنك خدرت ركبتي. لكن لا مشكلة. يا إلهي هذا فظيع، ولا نستطيع تحمل هذا. أنا ريكي معجبة بكيفن. تيمي يبتسم لمونيكا، لما لا يطردها؟ فتيان دعوني أخبركم بسر، الأولاد يحبون الفتيات السيئات، أجل والفتيات يحبون الأولاد السيئين. تالسمان، أين كنت بهذه المعلومة من قبل؟ ستطير بعودة جيجي. وكيف لا أراها؟ لا يمكنك، تيم خاصتك يقوم بدروس إضافية معك ومونيكا تجلس في حضنه. لا نحتاج لمزيد من ثنائيات الحب هذه. صحيح دورا، يجب أن أكون أنا صديقة تيم. تيم غالبا يفكر بشكل مختلف عن جيجي. الجميع ينظر لنا لأنهم يغارون. بالطبع يغارون، أنتم تجلسون في أحضان شباب رائعين. هل أنت غبي؟ إنهم يغارون منكم لأن فتيات مثلنا تجلس في أحضانكم. لما لا تجلسين في حضني؟ سبق وجلسنا. من الجيد أن توماس لا يوجد هنا اليوم. لو كانت توماس هنا لكانت مونيكا الآن تجلس في حضنه. لا أظن أننا في نفس الكفة. نعتقد أن هذه حياة المراهقين. فتيات لا تهتموا بآنت، أنتم بحاجة لإيجاد أصدقاء الآن. صحيح تلسمان، لنمر من أمامهم ونتجاهلهم، لا تنظروا في اتجاههم. سأذهب أولا وأصرخ. فتيات كيف كان موعدكم البارحة؟ أي موعد؟ لقد بقينا في المنزل طوال الليل. كانت لن تكون غبية لكي لا نبدو مثل الفاشلات. فتيات لنفعل ذلك. اتبعوني. فتيات كيف كان موعدكم البارحة؟ كان أفضل موعد على الإطلاق. ماذا؟ كانوا في موعد؟ عن من تتحدثين؟ لا تهتم، إنها مصحة مونيكا، أنا تأخذهم إلى الحمام. أي موعد؟ كيفن ما رأيك في رائحتي؟ أشم رائحة الكرز. إنه عطر توم فورد لوست تشيري. لن أدرس مع تيم بعد الآن. أجل فليقرأ كتبه بنفسه. لا تحزني جيجي، تيم ليس لك. نحن بني الرائحات وغبيتين تجلس في أحضان لعب السلة. لو كان توماس هنا اليوم ومونيكا جلست في حضنه كنت سأفتعل شجارا حادا. صحيح كيتي، أعرف ماذا تقصدين بالكاد، استطعت منع نفسي من لك مريكي. حسنا فتيات اسمعوني، أنا خبير علاقات. أنت خبير علاقات؟ لا تكن سخيفا. حان الوقت لتصبحوا جريئات، يجب أن تكونوا فتيات ذات شخصيات قوية. هذا هو نوع الفتيات التي يحبها شباب. جريئات تالسمان، أنت محق. أتقصد أن نكون قاسيات وصعبات مثل مونيكا وريكي؟ لا، المزيد من الثقة والمزيد من المثابرة إن كنتم تريدون أن يكون لاعب السلة أصدقائكم. كيفن هل تشم الرائحة التي تخرج من فمي؟ إنه معجون أسناني الجديد بنكهة العلكة. هكذا تالسمان؟ أجل فقط لا تنفخي على الشاب. ستيسي فمك ليست به رائحة الهلكة على الإطلاق. إنها مجرد برافا. حسنا فتيات، منذ الآن نحن وقحات. فتيات قويات لنريهم من هو فريق ديانا. حسنا نحن على أتم الاستعداد للتنافس على الملكة، والفتيان تقريبا لنا. حسنا أنا لست مهتمة بتيم، أنا مهتمة بتوماس، لكن اسمعي الأخبار الجيدة، إن نجحت التعويذة على تيم ستنجح على توماس. هذا الكتاب معجزة، من قبل هؤلاء الأولاد لم يكونوا لينظروا لنا، والآن هذه مجرد البداية. ريكي سنغير كل شيء هنا قريبا. قريبا المدربة آنت من تكرهنا ستصرخ فتيات أنتم الأفضل. يجب أن نخبر أمبر. سنخبرها عندما تأتي هنا. إذا فتيات كيف الأمر؟ أليس شكراً على الكتاب.
لا تصرخوا هكذا، أجل هذا الكتاب يسمع العجائب، لكن كونوا حذرات. أنت لا تثق بنا، لديها أنف للسحرة، هذا ما أخبرتني به، أنف للسحرة. ليست مشكلة، تعويذة صغيرة وستذهب حاسة شم أنت. سنفعلها اليوم. فتيات لا تبالغوا في استخدام كتاب الساحرات، لا تنسوا أن كل التعويذات لها ثمن. لا مشكلة، فمع هذا الكتاب لن نواجه مشاكل مادية. ليس المال أيتها الغبيات. وماذا؟ لا حاجة لتعرف ذلك بعد، استخدموا الكتاب فقط للأشياء الصغيرة وليس الكثير. واضح؟ أجل، واستعدوا لمسابقة الملكة. لن ننصت لها. بالطبع لا، الكتاب لنا، وهذا يعني أنه يمكننا فعل ما نريده. قلت لك كفى، هيا ماك هيا. لا تفعلوا هذا. شباب، يمكنني أن أحظى باهتمامكم؟ كنت سأقترح عليكم الذهاب في رحلة مدرسية. أعيد، لن أفعل. معلم إيدي أليكس أخذ قلمي، كسرت قلمي البارحة. شباب اهدأوا، أنتم تتصرفون كالأطفال. أي رحلة مدرسية معلم إيدي؟ أعيده أرجوك، لا كسرت خاصتي. شباب، رحلة مدرسية لمتحف الديناصورات، إنها رحلة شيقة وممتعة، يمكن أن تتعلموا فيها الكثير من الأشياء. إن كنتم مستعدين يجب أن نجمع مجموعة ونذهب هناك الأسبوع المقبل. وأيضا هناك بيض متصلب، أتصدقون أن عمره مليون سنة؟ إيدي متأكد بخصوص هذا، ربما ليست حقيقية. لما لم تفقس أي من هذه البيضات منذ مليون سنة؟ كيف لم تفقس أليكس؟ شباب، أنتم كعادتكم، هذا ما سنكتشفه في رحلة المدرسية. جيجي كفاك حزناً، بعد الدوام سنذهب للمقهى، يجب أن تأكلي شيئاً حلواً. الكعك سيبهجك. عندما أكون حزيناً لا أستطيع أن أكل. سنجعلك تأكليه، لا أستطيع أن أنظر لك هكذا. تيم ماعز. تيم ليس ماعز، فقد اختار الخيار الخطأ. إنه وسيم جداً. مرحباً دورا، تبدين رائعة اليوم، هل نمت جيداً الليلة؟ شكراً آنت، أنا مصدومة بحصولي على مدح منك. لا أرى فتيات بوني، هل هم في المدرسة اليوم؟ تلك الفتيات حساسات للغاية، إنهم يتجنبونني. أعطي للفتيات الحرية، تتذكرين مقالة ديانا البارحة؟ أجل، بشأن عدم تقييد الحرية، ومن ثم تصبح هذه الحرية مملة. دورا، أريد دفتر الحضور. بالطبع، دعي الفتيات يذهبون للسينما ويخرجون مع أصدقائهم، إنهم مراهقات لا يمكنهم أن يعيشوا على التشجيع طوال الوقت. أجل، لقد حفظت هذا. إذن هل توجد الفتيات في المدرسة اليوم؟ لم يأتوا للتدريب، لكنهم في المدرسة اليوم. حسناً، سأذهب وأجدهم وأحاول مصالحتهم. هذا حل رائع آنت. إنه يتجاهلني فتيات. هيا تيم، أنت رائع. وأنا؟ أنا أشجع تيم. شكراً فيليكس. لما لا نذهب للمقهى؟ متأكدة أن نيكول سنعطي براوني لذيذ. غالباً أنتن محقات، أفضل أن أكل براوني على أن أبكي. ماذا ما نتحدث عن؟ أجل، لقد فزت لأنني كنت أشجعه. لنعد، سأفوز وسأهدي فوزي لريكي. لا تقولوا أنكم وقعتم في الحب. حسناً قليلاً. كيفن سيخسر مجدداً. لما أنت متأكد ماك؟ إن فاز تيم فأنت تدين لي بوجبة ماكدونالدز، وإن فاز كيفن ستعطيني بلايستيشن طوال الليل. اتفقنا، بعد 10 دقائق ستركض لتشتري البرجر. لا، سألعب بلايستيشن طوال الليل. كيفن. هون لديكم معجبين. أجل، هدف. سألعب البلايستيشن طوال الليل. تيم الفاشل، كنت أتخيل أنني أكل البرجر. كيفن، أنت الأفضل. أعلم، أنا الأروع. لمن لا تلعب معي أنا أيها الأفضل؟ حسناً، في الاستراحة القادمة. شباب، ماذا علينا أن نفعل لنكون وقحات؟ أين مرآتي؟ هنا. أنا أعرف كل شيء.
من؟ لما دائما يريد أحد أن يطلب منا شيئا؟ ممنوع الدخول، لن نريد رؤية أي أحد. سأقول هذا في وجههم الآن. فتيات مرحبا. شباب أيمكنني الدخول؟ منذ متى أصبحت تطلب الإذن؟ حسنا أجل أدخلي. فتيات تاليسمان، منذ اليوم لديكم الحرية التامة. تمزحين؟ لم أمزح يوما، من الآن لا أحد سيحرسكم، افعلوا ما يحلو لكم، لكن لا تتغيبوا عن التدريب أرجوكم. واحذروا من مونيكا، ريكي وأمبر، إنهم ساحرات. شكرا. أنا سنحبك. قولوا شكرا لديانا. نحن نحبك آنيت. آنيت نحن نحبك. لما هم سعيدات هكذا؟ لنفسد مزاجهم. لنفعل ذلك الليلة. أيتها الساحرات، ابقوا بعيدات عن هذا الباب، وابقوا بعيدات عن فتيات بوني أيضا. أنتم تسببون فقط المشاكل. سأقوم بتشكيلكم مثل الصلصال. ماذا قالت؟ ماذا ستفعل لنا؟ شخصيات الصلصال. هذا جاد. اهدئي، إنها تخيفنا فقط. حسنا الفتيات، يمكننا أن نفعل أي شيء الآن. أنا انقذت أيضا. معلقة الحراسة، أعطينا للاعبي كرة القدم آيفونات البارحة هباء. شباب أنا حقا جائعة، هل نذهب للمقهى؟ الفتيات الوقحات جائعات. أتعلمون ماذا سأفعل لكيفن عندما أراه؟ ماذا؟ سأقوم بخدعة ديانا. اشرحي أكثر. سترون قريبا. الليلة سأكل تونة عملاقة. اليوم سنحتفل. نيكون أريد 2 بيتزا كبيرة. كم من مرة يجب أن أقول ذلك؟ أنا لست من محبي البيتزا، أنا من محبي الفطائر. نيكون بالنسبة لنا لاعبي سلة، لا أحد يصنع البيتزا بجودة ما تصنعينه، ولا معنى للذهاب إلى مقهى آخر. حقا تفضلون البيتزا خاصتي؟ بالطبع. حسنا سأصنعها 2 بيتزا. أنت رائعة. ستحضرون البيتزا، ستيف حل الأمر. نيكول حتما معجبة بك. تيم سعيد جدا، لكنك تجلسين هنا كالجاسوسة. لا تتصرفي بغرابة، هذا غبي. سأقرر بنفسي، أنتم لا تفهمون، أنا أفحص التيم. كيف؟ سلوكه وابتسامته، أنا أقوم بعمل ملف نفسي. وماذا انتهيتي؟ تقريبا، سأعرف قريبا نوع الفتاة التي يريدها، وبعد ذلك سيكون من السهل علي أن أكسبه. إذن مستعدين لرؤية خدعة ديانا ميس ديسي؟ هيا أرينا. أوي. هكذا تتصرف الفتيات الوقحات كيفن. إنها مرعبة حقا. يجب أن أكون أنا في مكان كيفن. يبدو أن كيفن يتعرق من الخوف. أين العرق؟ إنه يتسبب على الكرسي. هل ستضربينني الآن؟ لا، أنا فقط معجبة بك عزيزي. ماذا يحدث هنا؟ اشتعلت المنافسة. كان هذا مذهلا. سأفعل هذا لتوماس. أعتقد أننا تمادينا كثيرا.